انتشر في الساعات الفائتة أخبار حول وفاة النجمة الكويتية مرام البلوشي، وأشارت أخبار متناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المعنية بأخبار الفنانين إلى وفاة الفنانة الكويتية مرام البلوشي إثر أزمة صحية تعرضت لها. ومن المعروف أن مرام تعرضت لعدة أزمات صحية خلال العامين الفائتين، كان آخرها أزمة قبل أشهر دخلت على إثرها المستشفى. وعبرت يومها الفنانة الكويتية هند البلوشي عن خوفها على شقيقتها، طالبة من الجمهور الدعاء لها. وبالعودة إلى الأخبار المتناقلة، ردت الفنانة الكويتية مرام البلوشي على الشائعات التي انتشرت حول وفاتها إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة يوم أمس، ودفعت تلك الشائعات مرام البلوشي لتصدر الترند وسط تساؤلات من الجمهور حول صحة الخبر، خاصة وأنها تعرضت من قبل لعدة أزمات صحية. صباحكم خير، إشاعة مو حلوة، ونزلت بالعمالة البوست اللي دازي لي اياه، يقولوا لي انت في شيء؟ انا ما فيني شيء، انا في بيتنا والحمد لله، لاني بمستشفى ولا شيء، ويمكن هذا الخبر صار بايد. وردت مرام البلوشي على الرسائل التي وصلتها من متابعيها ومحبيها للاطمئنان على صحتها بعد انتشار اخبار على الصفحات المعنية باخبار المشاهير بصورتها وعبارات النعي وتعليقات قصيرة حول اسباب رحيلها. ونشرت مرام البلوشي فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على انستغرام وسناب شات للرد على تلك الشائعات وطمأنة الجمهور حول حالتها الصحية، وأوضحت أنها في الفترة الحالية لا تعاني من أزمات صحية، واصفة هذه الشائعات بالمكررة قائلة: صباحكم خير، إشاعة مو حلوة، ونزلت البوست اللي دازين لياه، يقولون أنت فيك شيء؟ لا أنا ما فيني شيء، أنا في بيتنا والحمد لله، لأني في مستشفى ولا في شيء، ويمكن هذا الخبر صار بايت. يذكر أن مرام البلوشي تعرضت مؤخراً لأزمات صحية قبل نحو شهرين تقريباً، نقلت على إثرها إلى المستشفى ووضعت تحت المراقبة الطبية في العناية المركزة لمدة يومين. وذكرت التقارير الإعلامية وقتها أن سبب الأزمة الصحية هو تنقلها بين مواقع التصوير المقفولة والمكيفة والتصوير الخارجي في الأجواء الصيفية الحارة، مما تسبب بأثر سلبي على وضعها الصحي. ونشرت هند البلوشي في ذلك الوقت مقطع فيديو لمرام البلوشي من داخل غرفة العناية المركزة، وظهرت فيه مرام وهي فاقدة للوعي وترقد في سريرها، بينما تم إيصال جهاز الأكسجين والأنابيب الطبية لها. الأزمة الصحية التي تعرضت لها مرام البلوشي في العام الفائت كانت بعد إصابتها بجلطة في القلب جراء ارتفاع أنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل ملاك الرحمة. وكشفت مرام آنذاك تفاصيل ما تعرضت له بعد انتشار أنباء وفاتها وإصابتها بأمراض خطيرة، معبرة عن انزعاجها من الأمر.